السلام عليكم، هنكمل مع بعض الكورس بتاع السيرفيس كيمستري. اتكلمنا قبل كده على سيرفيس تنشن وقياس السيرفيس تنشن بتاعنا. بداية الأول إن شاء الله الأمور تبقى أفضل، واهتموا بس بصحتكم واهتموا بسلامتكم الشخصية وسلامة عائلاتكم، اتبعوا التعليمات كاملة. كلنا هننفذ التعليمات وناخد احتياطاتنا وكل الأمور إن شاء الله هتمشي من أحسن لأحسن بإذن الله. دلوقتي النهاردة كنا عاوزين نكمل الجزء بتاع السيلف استنشن، فإحنا عاوزين نرجع نتكلم على إزاي نقدر نعين السيلف استنشن ثيوريتيكال. قبل كده اتكلمنا معمليا، قلنا 5 طرق لتعيين السيلف استنشن معمليا، لكن هل نقدر عن طريق ورقة وقلم نقدر نعين قيمة السيرفيس تنشن؟ في طريقة، في عالم اسمه ماكلويد. ماكلويد ده أول واحد اتكلم ازاي يقدر يعين قيمة السيرفيس تنشن عن طريق قياس الدنستي اللي هي الكثافة. قال لك إن السيرفيس تنشن بيساوي ثابت اللي هو السي مضروب في الدنستي بتاعت الليكويد اللي أنت عايز تعينه ناقص الدنستي بتاعت الفيبر الممتزة على سطحه مرفوع لأس 4. جه بعد كده عالم تاني اسمه سودان قال لك لا، في علاقة كمان بتربط حاجة اسمها الباراكور. الباراكور دون خاص بكل مادة، يعني لو الميثانول الباراكور بيختلف عن الميثانول، بيختلف عن المية، لأن هو مرتبط بنوع الإليمنت اللي داخل عندنا. فقال لك الباراكور بيساوي قيمة السي مضروبة في قيمة الإم. قال لك طيب مين هي السي؟ قال لك السي اللي هي موجود في المعادلة دي، يعني ازاي نقدر نعينها؟ هات السي الوحيدة في طرف، إذا السي بتساوي الجاما على الدي ناقص الدي الكل اس 4. بس المعادله هنا بتقول سي اس ربع، يبقى هناخد الجذر الرابع للمدي والجذر الرابع هنا، يبقى الجذر الرابع للسي بيساوي الجذر الرابع للجاما على الدي ناقص الدي اس 4. طيب يبقى احنا نقدر نعوض بالسي بالقيمه بتاعته، يبقى اصبح البارا كوب بيساوي الام على الدي ناقص الدي في الجاما اس ربع. باختصار الام المولوكولار ويت على الدنستي بيساوي حاجه اسمها المولر فوليوم. يبقى اصبحت معادله البارا كوب بتساوي المولر فوليوم اللي هو الفي ام سمول دي مضروب في الجاما اس ربع. اذا الجاما نفسها بتساوي مين؟ لو انت قلت وديت دي الناحيه الثانيه، يبقى الجاما اس ربع بتساوي الباراكور مقسوم على الفي الكل مرفوع. نقدر لو احنا عاوزين ننقل ده هناك بننقله، يبقى كل 4، يبقى الجاما بتساوي البي على الفي ام مرفوع لاس 4. ودي الطريقه اللي نقدر نعين بيها قيمه الباراكور. خلي دي المعادله بتاعت الباراكور، والباراكور هنا خاص لكل ماده. طيب تعال نفهم، نحاول نفهم. قال لك لكل حاجه في حاجه اسمها الباراكور. قال لك يعني ايه؟ يعني السي اتش 2 ليها باراكور بيساوي 40، دي قيمته الفاليو بتاعته. طب الاتش بيساوي 15، السلفر فور اكزامبل 49. طب لو عندك دبل بوند، لا ليها قيمه، لو تيبل بوند ليها قيمه، لو فور ممبر درينج ليها قيمه، 6 ممبر درينج ليها قيمه، كل حاجه من دول ليها قيمه. طيب تعالى ناخد اكزامبل عشان نحاول نفهم الموضوع دون. جزيء زي جزيء الميثانول، الميثانول ازاي نعين له الباراكور؟ قال لك هو فيه كام اليمنت؟ قال لك فيه 2 كربون زائد 1 2 3 4 6 هيدروجين زائد واحده اكسجين. التيبل بيقول ان الواحده اكسجين بتساوي 19.8 من عشرة، والكربون بتساوي 9، والهيدروجين بيساوي 15. يبقى 6 في 15 ونص للهيدروجين زائد 2 للكربون في 9 زائد 1 للاكسجين، نقدر نعين قيمه الباراكور اللي احنا طلعناها 13. المعادله كانت بتقول ان الجاما بتساوي البي على الفي الكل اس 4. يبقى انا دلوقتي عندي البي 130.8 من عشرة، ناقص لي مين؟ الفي ام اللي هي المولر فوليوم. المولر فوليوم كنا قلنا بتساوي كام؟ بتساوي المولوكولار ويت على الدنستي. نقدر نطلعها ايه هي؟ جيفن عندنا مديك الدنستي ب 7 8 9، مديك قيمه المولوكولار ويت 46، اذا قيمه المولر فوليوم بتساوي 58.3 من عشرة. يبقى انا بسهوله اقدر اعين قيمه السيرفيس تنشن بدون اللجوء للمعمل عن طريق الثيوريتيكال. طيب بالنسبه للبولي ايثيلين اوكسايد نفس الموضوع، في كام كربون؟ 2 كربون، يبقى 2 في 9. في كام هيدروجين؟ 4 في 15 ونص. واحده اكسجين، يبقى عندنا 1 في 19 ونص. بنفس الطريقه عينا الباراكور، نقدر نطلع المولر فوليوم عن طريق المولوكولار ويت على الدنستي، نقدر بسهوله نعين قيمه السيرفيس تنشن. يبقى احنا دلوقتي في طرق
طريقة ثيوريتيكال نقدر نعين بيها الباراكور، وفي طريقة نقدر نعين بيها القيمة بتاعة السيرفيس تنشن اكسبيرمنت. تمام، نيجي بعد كده نتكلم على الافكت بتاع التمبريتشر. ازاي السيرفيس تنشن عندنا بيأثر على ازاي السيرفيس تنشن بيتأثر بالتمبريتشر وبيتأثر بعوامل مختلفة. أول فاكتور ممكن يأثر عندنا السيرفيس تنشن هي المولوكولار ويت أو المولر ماس بتاع المادة اللي عندي، بالذات في الحاجات اللي هي بتعمل بوليمر زي البولي ستايرين فور اكزامبل، البولي ايثيلين وهكذا. بيقول لك في عندنا حاجتين، في عندي حاجه اسمها السيرفيس تنشن بتاع الماده، لكن في عندي برضه حاجه اسمها السيرفيس تنشن الفاينت يعني البوليمرايزيشن، لان البوليمر بيتكون من مجموعه من الجزيئات اتبلمرت جنب بعضها. فقال لك السيرفيس تنشن بيتناسب مع عكسيا مع التركيز بتاع او بيتناسب مع المولوكولار ويت بتاع الماده اللي موجوده عندنا مرفوع لاس ماينس 2 على 3. فايه هي الجاما فاينت؟ هي اكبر مقدار يقدر يحصل له بوليمرايزيشن من البولي ايثيلين. تبقى المعادله الجاما بتساوي الجاما فاي ناقص الكي ده ثابت بتاعنا على المولوكولار ويت بتاع البوليمر اللي موجوده عندنا مرفوع لاس ماينس 2 على 3. طيب ايه تاني ممكن ياثر على السيرفيس تنشن؟ قال لك التمبريتشر بتأثر تأثير كبير جدا على السيرفيس تنشن. مبدئيا التمبريتشر بتقلل السيرفيس تنشن. ازاي بتقلل السيرفيس تنشن؟ لانها بترفع الكاينتيك انرجي بتاعت المولكيول اللي موجوده على السطح. السيرفيس تنشن متكون من مولكيول ماسكه في بعضها بالشكل ده، لو انت زودت الكاينتيك انرجي هتبدأ الحركه بتاعتهم تزيد، وتبدأ الحركه بتاعت الجزيء ده تزيد جنبها لغايه ما يحصل ايه؟ لغايه ما يكسر الرابطه اللي ما بينهم اللي هي مكونه السيرفيس تنشن. فهم عملوا علاقه ما بين السيرفيس تنشن والباراكور. ليه؟ لان الباراكور لا يعتمد على التمبريتشر. فقال لك الجاما بتاعت اي ماده بتساوي او السيرفيس تنشن بتاع اي ماده بيساوي السيرفيس تنشن بتاع عند الظروف الطبيعيه فور اكزامبل الميه عند 25 درجه 72.8 من 10. فنقدر نطلع السيرفيس تنشن بتاعنا بيتناسب مع الدينستي، لان الدينستي كانت جايه من الباراكور بتاعه الماده عند التمبريتشر اللي انت عايز تعينها على الدينستي بتاعه الميه او الماده بتاعتك عند 298 اللي هي 25 درجه. في ريليشن شيب تانيه اللي هي بتقول لك العلاقه عند السيرفيس تنشن بتاعتك عند الزيرو. قال لك ان الجاما بتاعه الماده السيرفيس تنشن بتاع الماده بيساوي السيرفيس تنشن بتاع الماده عند الزيرو مضروب في واحد ناقص التي على التي كريتيكال. ايه هي التي كريتيكال؟ قال لك هي التمبريتشر اللي بيكون عندها السيرفيس تنشن بيساوي صفر، الكل مرفوع واحد زائد اذا التي كريتيكال بتاعت السيرفيس تنشن هي درجه الحراره اللي بيحصل عندها انتهاء للسيرفيس تنشن او تكسير للسيرفيس تنشن، او بمعنى اصح كلمه فانش. فانش معناها يتدمر خلاص، ما عادش فيه عندنا السيرفيس تنشن. يبقى المعادله الجاما بتساوي الجاما عند الزيرو مضروبه في واحد ناقص التي اللي هي التمبريتشر اللي عايز تقيس عليها على التمبريتشر بتاعه الكريتيكال مرفوع لاس واحد زائد ار. ولما جم حسبوا الار لقوا ان الار بتساوي 2 على 9 قيمه ثابته. في عالم تاني اتكلم اللي اسمه رامازي. رامازي اتكلم على فكره السيرفيس تنشن وبيقول لك ان السيرفيس تنشن بيقل لغايه ما يوصل للصفر عند الكريتيكال. طب ازاي نقدر نعين؟ قال لك اكسبيرمنتلي لقينا ان السيرفيس تنشن بيديسابير قبل 6 درجات من الكريتيكال تمبريتشر. فهو عمل علاقه هنا، قال لك ان السيرفيس تنشن مضروبه في المولر فوليوم مرفوع لاس 2 على 3 بتساوي ده المولر فوليوم المولوكولار ما ويت على الدينستي مرفوع على الاس 2 على 3، هنا علامه يساوي مضروبه في السيرفيس تنشن بتاعنا بتساوي كي اللي هو راما زي كونستانت مضروب في التي كريتيكال ناقص التي ناقص المقدار اللي هو الست درجات اللي بيختفي عندهم درجه الحراره. ومن هنا لو رسمنا علاقه ما بين الجام مع الفي اس 2 على 3 مع التي يدينا خط مستقيم من الانترسبت نقدر نعين قيمه التي كريتيكال بتاعتنا. قال لك قيمة الكي دي بتكون بتساوي 2.1 من 10 للنون بولر، بتكون
قل من 2.1 من 10 في المواد اللي بيحصل لها اسوسيشن بتكون قيمتها 2.1 من 10 في المواد اللي بيحصل لها ديسوسيشن. في بعد كده كلفن افكت. كلفن افكت بيقول لك ان الماده عامه بتاعتنا السفير تحت درجات الحراره المختلفه او لها طبع، في مواد عندنا بتكون سفير وفي مواد عندنا بتكون سلندر، بتاخد شكل السلندر بتاعنا. فقال لك هو ربط علاقه ما بين الضغط مع الريديوس بتاع الماده بتاعتي مع فوق السيرفيس تنشن. قال لك يبقى لان البي على البي، البي اللي هو البريشر بتاع الليكويد دروبلت على البريشر بتاع البلك، يبقى ده البريشر اللي على السيرفيس على البريشر اللي على البلك، بيساوي الجاما مضروبه في الفي اللي هي المولر فوليوم بتاعنا على الار تي يونيفرسال جاس كونستانت في التمبريتشر مضروبه في 1 زائد على ار 1 زائد 1 على ار 2. الار هنا هي مين؟ هي الريديوس بتاع السفير او السلندر. طيب هو الريديوس بتاع السفير لان هو بيكون 1، لان ار هنا بتساوي الار في الاتجاه دون، يبقى اذا ممكن نجمع 1 على ار زائد 1 على ار تدينا 2 على ار، يبقى اصبحت المعادله لان البي على البي نود بتساوي 2 في الجاما في الفي داش على ار تي ار اللي هي الكريتيكال سوري في الريديوس بتاعه. طب لو كانت سلندر، لو كانت سلندر يبقى هي ار واحده فقط، يبقى ما فيش 2 هنا لانك انت ما عندكش وجهين للكره بتاعتك. نيجي بعد كده عاوزين نتكلم على عملية الويتنج، عملية البلل اللي بتحصل. يعني ايه الويتنج؟ احنا متعرف ان الويتنج ده بيتم من الاسطح الصلبة، لا ممكن يحصل ويتنج الاسطح مختلفة زي مثلا المية ممكن تضيف عليها البنزين، البنزين هيفضل نقط، لكن لو احنا قللنا السيرفيس تنشن ما بين المية والبنزين يبدأ يحصل عندنا عملية ممكن يحصل ويتنج اللي هو سبريدنج على السطح، انتشار على السطح بدل ما يتكون دروبس موجودة عندنا. فعندنا الويتنج، عندنا عاوزين نتكلم على الويتنج ونتكلم على حاجه اسمها الكونتاكت انجل. ايه هو الويتنج؟ قال لك الويتنج هو الديسبيسمنت اوف ذا فلويد اوف ا فلويد فروم وان سيرفيس باي انذر فلويد. يعني انا عندي السطح بتاع الميه هو وادي عندي السطح بتاع البنزين موجود عندنا او اي ماده ثانيه موجوده على السطح، يبدا يحصل دلوقتي ازاحه للسطح اللي موجود الميه دوت ويحل محلها سطح البنزين، فاصبح سطح البنزين بيغطي السطح ده، يبقى هو عمل ازاحه لسطح الميه واحتل المكان بتاعها. نيجي بعد كده طب ايه هي الويتنج ايجنت؟ هي المواد اللي بتسهل عمليه الويتنج بتاعتنا. في ثلاث انواع للويتنج، في عندنا حاجه اسمها سبيدنج ويتنج، في عندنا الاميرشنال، اميرشنال اميرشنال يعني الغمر، عمليه الغمر، في الاديشنال ويتنج. تعالى نتكلم على كل مثال لوحده. في حالة السبريدنج ويتنج يعني بيحصل بلل بس عن طريق الانتشار، مادة بتنتشر على سطح المادة التانية. طب أنا كان في الأصل عندي مثلا سوليد انتشر على سطحه ليكويد، فكان في الأول في إير فحصل ديسبريسمنت للإير ده عن طريق مين؟ الليكويد. طيب تعالى نشوف السيرفيس تنشن اللي كان موجود. في البداية كان عندنا سوليد وعندنا إير، يبقى إحنا عندنا جاما سوليد إير، ده اللي بنسميه السيرفيس تنشن بتاع السوليد. طيب لو احنا دلوقتي عندنا حصل دخل عندنا ليكويد هنا، يبقى اصبح في انترفيس اتكون ما بين السوليد والليكويد، لان الانترفيس ما ينفعش يتكون في وجود غاز، بيتكون ما بين تو ليكويد او ليكويد وسوليد. يبقى انا عندي في انترفيس ما بين الليكويد والسوليد، وفي برضه اير هنا، يبقى عندي سيرفيس تنشن ما بين الليكويد والاير. يبقى عندنا السبريدنج ويتنج في الحاله دي نقدر نطلعه بيساوي الجاما ووتر اير اللي هو الليكويد مع الووتر ناقص الجاما ووتر اويل ناقص الجاما. في المثال ده هو اعتبر ان السوليد دون هو الووتر وعندنا استبدلنا بليكويد. طيب لو احنا عندنا في حاله السوليد سيرفيس، قال لك الكوزين سيتا اللي هي الكونتاكت انجل اللي هي الزاويه اللي بتتكون ما بين السوليد والليكويد، عندنا هنا الزاويه اللي بتتكون ما بين السوليد والليكويد دي بنسميها الكونتاكت اير. قال لك الكونتاكت دي تقدر تطلعها عن طريق تحسب قيمه الانترفيشال تنشن بتاع السوليد الليكويد السيرفيس تنشن بتاع السوليد اير ناقص السيرفيس تنشن بتاع السوليد ليكويد على السيرفيس تنشن بتاع الليكويد اير. اذا الجاما بتاعه السوليد اير بتساوي الجاما بتاعه السوليد ليكويد زائد الجاما ليكويد اير في كوزاين سيتا، ده بالنسبه لمين؟ السبريدنج ويتنج. طيب الاديشنال ويتنج، الاديشنال يعني ايه؟ الدروبلت لزقت فاستبدلت المساحه اللي موجوده دي فقط، هل ليها معادله؟
ليها معادله. انا محتاج اللي انا اعرف المعادله دي ان الويتنج بتاع الادهيجن بيساوي السيرفس تنشن بتاع الليكويد اير مضروب في 1 زائد الكوزاين سيتا اللي هي الكونتاكت انجل اللي بتتكون ما بين السطحين مع بعض. هنا دي الكونتاكت انجل اللي هي بتتكون هنا. طيب في عندنا حاجة تانية اسمها الاميرشنال ويتنج. ايه هو الاميرشنال ويتنج؟ عملية الغمر. النقطة دي او السائل ده او السوليد بارتكل دي لو نزلت هنا اتغمرت تحت سطح المية بتاعنا، فاستبدلت المساحة اللي كانت موجودة هنا بالمية من السوليد. ازاي احسب قيمة الويتنج بتاع الاميرشنال؟ قال لك هو بيساوي الجاما بتاعت السوليد اير ناقص الجاما بتاعت السوليد ليكويد، او لو طبقنا معادلة يانج هنا بيساوي الجاما ليكويد اير مضروبة في الكوزاين سيتا اللي هي قيمة الويتنج. قال لك لو انت عندك قيمة الجاما سوليد اير اكبر من السوليد ليكويد يبقى هيحصل عندنا سبونتينوس ويتنج، لو قيمة السوليد الجاما سوليد اير اقل من السوليد ليكويد قال لك لازم نبذل الشغل عشان نعمل عملية الويتنج. يعني لو السوليد جاما سوليد اير اكبر من السوليد ليكويد الويتنج هيحصل بكل سهولة، لكن لو كانت اقل منها يبقى انت لازم تبذل الشغل او تضغط عشان تعمل عملية الويتنج. فهنا بكل بساطة نقدر نلخص السبريدنج وعملية الويتنج. قال لك دلوقتي الورك اوف ادهيجن، قال لك الادهيجن لو اكبر من الكوهيجن الدلتا جي بتاعتنا بتكون اقل من الصفر، العمليه سبونتينوس، والكوزاين سيتا اللي هي الويتنج انجل بتساوي 1 لان السيتا بتاعتنا بتساوي صفر اللي هي الكونتاكت انجل. طب لو الادهيجن ده مهم جدا التيبل ده اقل من الكوهيجن، قال لك يبقى في الحاله دي الدلتا جي ممكن تكون سالبه سوري ممكن تكون اقل من صفر سالبه وممكن تكون موجبه. لو سالبه يبقى هو نون سبونتينوس في الحاله دي، والكوزاين سيتا بتاعتنا بتساوي صفر لان السيتا بتساوي 90. اما لو كانت اكبر من صفر يعني موجبه ففي الحاله دي الكوزاين سيتا هتساوي سالب 1 لان السيتا بتساوي 90.